فت بطل ولا نظرت كذا زيت كلام اهلا هلا باللي لفى يا مرحبا باهل الوفا والشوق واضح ما خفى يا مرحبا يا سامعين يا مرحبا يا سامعين في مجلس طيب عطر اخر به ينطر حيا الله الشيخ ناصر منور الدنيا كلها يا مرحبا ترى مطر اليوم ما شاء الله متاخر علينا انا ولا انت والله في واحد الشنافه متاخر بس ما نبغى نوضح بتحملها يلا عشانك على الهواء مباشر ان شاء الله قناه بدايه الان بعصابه الله يحييك الله يحييكم مرحبا ترى مطر مع الشيخ ناصر الثاني خلينا نجلس هنا يا شيخ يلا يلا وين الشباب ولا متسابق موجود ما هذه المهزله يا متسابقين اللهم صل على الله توكلنا على الله مجلس المجلس العسير الشيخ ناصر هنا يمين الله يزيد فضله بسم الله هذه المواقف يا شيخ بسم الله شيخ الظاهر ما فينا نونس كيف الظاهر ما فينا عندنا نونس المسابق يطلع والله من اجمل اللحظات اللي اقضيها معك يا ابو وردي صدق والله يا شيخ بالعكس الا فرصه نسولف ونتكلم شيخ من حرص الشباب على كتبك ما شاء الله الماضي هديتهم تركوها هنا ويقرونها الله يكرمك ما شاء الله عليك انت ما تخلي شارده ولا وارده نقضي وقت هذه الدفعه الزايده ابو عبد الله هذه الدفعه الزايده نعم اي ان شاء الله خليناها للي بيرجعون ان شاء الله ايش رايك نعطيها للجمهور اليوم هدايا والله ابرك الساعات شلون عاد وصل يا مرحبا يا مرحبا وش ذا الاستقبال الضيوف يدخلون قبلكم ما شاء الله ما شاء الله يلا حيهم يا هلا والف هلا والله ما قصروا اشوفهم في البث ينتظرون بس عاد في واحد هو اللي الله يرحمك يا هلا يا هلا شيخ ناصر ترى ما اتفقنا تفضل اليوم عيد ما شاء الله يمشي بدون عكاز الحمد لله على السلامه جلسنا عقب المغرب قلنا خابرين بتدخلون عقب المغرب والله انا قلت له لا بس الشيخ جالس يوسف قلنا ما في تاخر ابو عبد الله عنده عذره ارحب يا هلا وخويا مرحبا بالشباب مرحبا شلونك السما ترحب عساك طيب وشلونكم يلا حيهم ارحبوا يا رجال صامدين ها عساكم على القوه مرحبا حيا والدوم يا مرحبا يا هلا بنواف يلا حيا حيا الله الدكتور شبيه نواف بس اذكرك اعطني اسمك حاتم حاتم الفريدي يلا حيا وشلونك يا حاتم عساك طيب وشلونك عساك طيب صامدين ما شاء الله ابشرك ارحب مليون يا حبيبي شلونك عساكم انا حبيتك علشان ابوك يحبني بس الله يسلمك بس يلا حيا بس الله يسلمك يلا حيا يا هلا وغلا الله يطول عمرك ارحب حيا ودوم شلونكم عساكم طيبين الله يعافيك الله يطول عمرك ما شاء الله يا مرحبا ملايين اليوم لا عكازات ولا مصاب اللهم لك في احد عايض عساه طيب لا عايض طيب ما شاء الله الحمد لله شوفته في البث ما شاء الله اموره زينه لا طيب هم يدلعون يا شيخ يدلعون الله لا يبلانا الحمد لله على عافيته الله يشفيهم ولا يبلان يا رب طيب عاد ارحب طيب الشباب احنا لو تركنا مجال للسلام راحتك لا تفضل كان ايش لان الشيخ ناصر اليوم انا متاخر عليه اعترف ابرك الساعات ولكن تفضلوا الدقائق ان شاء الله تكون ممتعه وجميله نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه من ربه افضل صلاه واتم تسليم مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله معنا في فقرة زد خيرك كل يوم أحد معنا القارئ الجميل والشيخ الفاضل اللي نحبه ونعزه ونغليه عليكم السلام يا دكتور حياك الله تفضل دكتور معنا اليوم تفضل تفضل معنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا عايض بالنور مرحبا بك طلع المطر مشاهدينا الأعزاء كالعادة أنتم معنا يوم الأحد بعد صلاة المغرب الشيخ ناصر قطاني بيض الله وجهه وجزاه الله عنا خير الجزاء لاستجابة دعوة البرنامج بأن فرغ نفسه كل يوم أحد حتى أنه يطل عبر شاشة قناة بداية الفضائية هذا كرم منه أسأل الله أن يزيده من واسع فضله ويفتح عليه فخورين بتواجده معنا كضيف دائم كل يوم أحد وإن شاء الله نلتقي بإذن الله في مواسم أخرى وفي برامج أخرى وأنا وياك تحت الكواليس مع الإدارة ننسق أشياء مرتبة هو جالس يتغلى علينا عاد ما ندري ان شاء الله ان شاء الله انه يتمم لنا باذن الله اخذها وعد يا شيخ بحول اللي ما سلم اي خلاص اعطنا وعد الشيخ على مباشره باذن الله في مواسم اخرى قادمه سيكون البرامج رائعه ومميزه مع الاداره مشكورين اليوم حنا في زد خيرك
أن نريد أن نزداد من الخير وما أجمل ذلك المسمى. كلنا فينا خير وما أجمل أن نجلس جلسات تحفنا الملائكة تغشانا الرحمة تنزل علينا السكينة يذكرنا الله في من عنده. ممكن إحنا ما يعني ما نستشعر هذا الكلام جيدا، لكن أنا أبغاكم من اليوم تستشعرون هذا جيدا. ترى الملائكة تحفنا والرحمة تغشانا ويذكرنا الله عند يعني عند الملائكة يذكرنا الله في مثل هذه المجالس، والعلماء كما سئلوا عن مثل هذه المجالس من يشاهدون خلف الشاشات هل تشملهم هذه الفضائل؟ قالوا نعم. فأنتم حظكم اليوم وكل يوم في تواجد مشايخنا وقرائنا اللي يحملون كتاب الله سبحانه وتعالى بين جنباتهم، فاغتنموا هذه الفرصة واجعلوا الملائكة في بيوتكم واجعلوا الرحمة في مساكنكم، وتوكلنا على الله. نرحب بضيفنا الشيخ القارئ ناصر القطامي، حياك الله. يا اهلا ابو عبد الله، هذا مركه خلي عندك الشيخ قريب الله يسلمك. ساعة مباركة ابو علي. اشكرك على هالمقدمة يا ابو عبد الله، الله يطول عمرك. وسبحان الله العظيم احييت فيني يعني شعلة الحديث عن موضوع حاجتنا فعلا للتوازن الايماني في حياتنا. تسمح لي كذا بمداخلة؟ أنا بسمع لك، بس أنا عندي سؤال بعد السماح. جاني شخص قبل كم يوم وكان يبدو لي بيتخرج من الثانوي بيدخل الجامعة، عنده قلق عجيب أنا ما شفت زيه يعني. القلق إنه إيش التخصص اللي بدخله؟ هل يمكن ألقى يعني كلية تستقبلني أو لا؟ بعد